السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائنا الكرام، أهلا بكم من جديد على قناتنا أردوينو في سبيد 32 والفيزياء. نتابع حلقاتنا حول بايثون للفيزياء. في هذه الحلقة سنتابع مع حلقات التكرار. في الحصة السابقة تطرقنا لحلقة أو أداة التكرار فور، والتي قلنا بأن فور تستعمل عندما نكون نعرف مسبقا عدد المرات التي ستعاد فيها الأوامر أو ستتكرر فيها الأوامر. اليوم سنتطرق إلى أداة أخرى للتكرار، لكن هذه المرة هذه الأداة تستعمل في حالة أننا لا نعرف عدد المرات التي ستتكرر فيها الأوامر. هذه الأداة تسمى بـ while باللغة العربية، عندما يتحقق شرط معين أنجز الأوامر التالية، أو عندما لا يتحقق شرط معين أنجز الأوامر التالية. إذن الفرق ما بين الأداة for والأداة while، فكلاهما ينجز التكرار، لكن for تستعمل عندما أكون أعرف عدد المرات التي سيتكرر فيها الأوامر، و while تستعمل عندما لا تكون تعرف مسبقا عدد المرات التي ستتكرر فيها الأوامر. كمثال، مثلا تطلب من المستعمل، تطرح سؤالا على المستعمل لكي يجيب عليه، فقد يكون جوابه صحيح أو خطأ. إذن وأنت تريد أن يتكرر السؤال، أن يطرح عليه السؤال من جديد إذا كان جوابه مثلا خاطئا، وتتكرر العملية إلى أن يجيب بطريقة صحيحة على السؤال، ثم ينتهي الكود. سنأخذ دائما وضعية من الفيزياء، لكن كما قلت دائما وضعية الفيزياء ما هي؟ فقط أخذها فقط لكي أطبق عليها، أما أنت فيمكن أن تستعمل هذه العمليات أو هذه الأدوات في مجالك وستستعمله بنفس الطريقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، شجعونا على الاستمرار في تقديم هذه الحلقات، ومرحبا بتعليقاتكم بانتقاداتكم، لا تترددوا في كتابتها في التعليق. باقي الحلقات وكل الحلقات السابقة تجدها أسفل الفيديو في صندوق الوصف منذ الحلقة رقم 0. ننتقل إذن إلى فيجوال ستوديو كود لنرى كيف تعمل أداة التكرار وايل. إذن أنا هنا على فيجوال ستوديو كود، دائما في نفس فضائنا الذي نشتغل عليه. أنشأت هنا ملف بايثون خاص بهذه الحلقة سميته بوكل وايل. رأينا في الحصة السابقة البوكل فور أو حلقة تكرار فور، وقلنا بأن فور تستعمل عندما أكون أعرف عدد المرات التي ستتكرر فيها هذه الأوامر، كهذا المثال الذي حسبنا فيه المجموع. فنحن نعرف عدد المرات 1 2 3 4 5. بالنسبة لحالات، هناك بعض الحالات التي لا تعرف فيها أنت عدد المرات التي ستتكرر فيها الأوامر، وهنا ستحتاج إلى معرفة كيف استعمال الحلقة وايل. إذن وايل تستعمل عندما لا نكون نعرف عدد المرات التي سيتكرر فيها الأوامر. سأنطلق كما قلت في البداية من مثال، مثلا أطرح سؤالا على المستعمل وهو يجيب، إذا كان جوابه صحيحا ستنجز أوامر معينة، إذا لم يكن جوابه صحيحا ستتكرر الأوامر من البداية. المثال الذي اخترته هو فقط ما هي الوحدة العالمية لقياس شدة القوة. إذن الجواب هنا لا أعرف عدد المرات التي سيكرر فيها الجواب، لأن جوابه لا أعرف عدد المرات التي سيكون فيها خاطئا. إذن أنا يجب علي أن ينجز الكود ويتكرر ما دام جوابه خاطئا إلى أن يصبح جوابه صحيحا. إذن لهذا الغرض سننشئ أولا متغير سيستقبل جواب المستعمل، سنسميه غيب، نسميه غيب. إذا هنا كتبت ماجيسكول، سأعود إلى مينيسكول. غيب يساوي المتغير غيب، وسيستقبل، رأينا هذا فيما قبل، سيستقبل جواب المتعلم أو المستعمل. إذا غيب، ثم ما دام هذا الجواب ليس صحيحا، ماذا يعني ليس صحيحا؟ while غيب ليس صحيحا، يعني أن غيب لا تساوي رأينا فيما قبل، تخالف ماذا؟ تخالف N، لأن نيوتن هي الوحدة العالمية لقياس شدة القوة. إذا ما دام هذا غيب
الذي أدخل يخالف إن يجب أن تنجز هذه الأوامر. إذن فهذه الأوامر التي سأكتب الآن ستنجز مرات ومرات وستتكرر ما دام الجواب الذي أدخله يخالف إن، يعني ليس بجواب صحيح صحيح. إذن أولا سأعرض على المتعلم أن يدخل، أو سأقترح على المتعلم أن يدخل جوابه غيب يساوي، ثم سأضع input. عرفنا من قبل كيف نستقبل ما يدخله المتعلم على لوحة المفاتيح input، ثم سأكتب له هنا السؤال. السؤال هو quelle est l'unité en système international بالوحدة العالمية l'intensité la force على ما استفهام la force. سأزيل هذه فقط لكي يظهر لنا ما نكتبه هنا. إذن في البداية سيطلب من المتعلم إدخال جوابه غيب وسيضعه في غيب، ثم بعد ذلك الكود سيحاول أن يرى إذا كان غيب يساوي إن سيعرض له أمرا معينا سيقول له جوابك صحيح. إذا أدخل غير إن فسيقول له بأن جوابك غير صحيح، حاول مرة أخرى، وسيعاد من جديد طرح هذا السؤال من جديد على المستعمل. إذن بالنسبة لنا إذا كان F نشر، إذن رأينا كيف يعني ننجز العبارات الشرطية نستعملها بF. F غيب إذا كان غيب يساوي N سيقول له بأن جوابك صحيح صحيح. نقطتين print votre réponse correct، يعني جواب صحيح، réponse correct. إذا كان الجواب غير صحيح أو شيء، يعني إذا لم يكتب N يعني أكتب شيئا آخر else هذه المرة سنقول له بأن جوابك غير صحيح. print réponse incorrect. إذن هنا تنقصني هنا الشرطتين réponse incorrect، ثم سأضع العلامة التعجب هكذا، ثم سأقول له حاول مرة أخرى غي السيء، ثم سأضيف هذه هكذا غي السيء، يعني حاول مرة أخرى. إذن الكود في البداية إذن قلنا غيب سيستقبل الجواب الذي سيكتبه، الدالة الشرطية F ستقارن ما ودخله مع N، إذا كان يساوي N سيقول له جوابك صحيح، وسنخرج من حلقة التكرار. إذا كان جوابه يخالف N لم يدخل N فهذه المرة سيقول له بأن جوابك غير صحيح غير سيء، وسيعيد حلقة التكرار، يعني لن يخرج من حلقة التكرار إلا إذا كان الجواب صحيحا. إذن كما تلاحظون بأننا نحن لا نعرف متى سيكتب الجواب الصحيح، إذا لا نعرف عدد المرات التي ستتكرر فيها هذه الأوامر، فهذه الأوامر تتعلق بالمستعمل حسب جوابه. إذا لن نتوقف عن تكرار هذه الأوامر إلا إذا كان N، إذا كان غيب ريبونس جوابه يساوي N، أما إذا كان يخالف N فهذه ستتكرر دائما. لنجرب هذا إذن، إذن سأضغط على هنا. إذن كيل إيه لونيتي، إذن سأتعمد أنا وسأكتب مثلا 4 ريبونس انكوريكت غير سيء، إذن لم يخرج من حلقة التكرار فهو أعادها من جديد وطرح السؤال من جديد. سأكتب مثلا F جي ولا شيء من هذا القبيل غير سيء ريبونس انكوريكت، إذن لا يمكن أن يخرج من هذه الحلقة إلا إذا كتبت له بأن الجواب هو N. هذه المرة سيقول له بأن الجواب صحيح، سيقول له الجواب صحيح وسيخرج من هذه الحلقة ولن يكررها مرة أخرى. إذن réponse correct، وتلاحظ بأنه خرج من هذه
الحلقه. اذا كخلاصه لهذه الحلقه، حلقه تكرار واي نستعملها في اذا كنا لا نعرف عدد المرات التي ستتكرر فيها الاوامر. حلقه تكرار فور نستعملها اذا كنا نعرف مسبقا عدد المرات التي تتكرر فيها الاوامر. ارجو ان يكون هذا التطبيق قد فهمت من خلاله كيف تستعمل الداله او الاداه التكرار وايل. نلتقي باذن الله في الحلقه القادمه، سنخصصه بحول الله للدوال، وسنرى كيف ننشئ داله خاصه بنا تنجز اوامر معينه، وسنرى بان الدوال تختصر على المبرمج عدد الاسطر وكذلك العمل بشكل ملحوظ كما سنلاحظ في الحلقة القادمة. نلتقي إذن بإذن الله في الحلقة القادمة. لا تنسونا بالاشتراك ومشاركة المحتوى، لا تنسوا كذلك ولا تترددوا في كتابة تعليقاتكم وأراءكم حول هذه الحلقات. شجعونا بالتعليقات سواء بالإيجاب أو بالسلب لكي نستمر في بث هذه الحلقات على قناتنا أردنو يسبيد نتلتين والفيزياء. إلى الحلقة القادمة بحول الله، ورمضان مبارك على الجميع، على جميع المسلمين أينما كانوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.